القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. هي فرصة يمكن أن تخرج منها كل الأطراف رابحة بعد اتفاق أخير في القاهرة، سبقه اتفاقات ليست بحاجة إلى إعادة توقيع. هذا ما أكده ياسر عبد ربه بخصوص المصالحة في مؤتمر عقد له متحدثا باسم الرئاسة. نستطيع أن نكسب سياسيا، نستطيع أن نكسب على الأرض، نستطيع أن نكسب برفع الحصار، ونستطيع أن نكسب بتعزيز قوة مؤسساتنا الوطنية، سواء كانت المجلس التشريعي أو الرئاسة أو منظمة التحرير الفلسطينية، حيث سيكون هنالك مكان للجميع في كل هذه المؤسسات. تأكيد على أهمية البدء بالتسجيل للانتخابات، وآخر على إمكانية الرئاسة الفلسطينية أن تمثل جميع الفصائل، ورسالة إلى حركة حماس بالتعامل بجدية والسماح بالبدء بتحديث سجل الناخبين في غزة. خلال 10 أيام أو خلال أسبوعين، دعوني أقول قادمين، سيكون هناك اجتماع للجنة منظمة التحرير في القاهرة في 8 من الشهر القادم. ولكن إذا لم يسبق هذا خطوات عملية، وخاصة عملية تسجيل أو البدء بتسجيل الناخبين، فبالتالي هذا الاجتماع المقبل في القاهرة سيكون اجتماعا عديم الجدوى. في الشأن الإسرائيلي، قال عبد ربه أن الانتظار لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تكرر نسخة حكومة نتنياهو هو طريق مسدود، لذا نحن مستعدون للبدء في حوار مع كل القوى والأحزاب الإسرائيلية لتجنب النهج الذي أوصل الفلسطينيين والإسرائيليين لحافة الهاوية. لتلفزيون القدس، كنانة عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.